في حلقة الليلة غادي تواصل معي واحد الإنسانة وطلبت مني باش أنها تشاركني القصة ديال الأم ديالها اللي كتعيش في البادية وغادي تتأذى بكل ما هو مستحيل من شخص قريب جدا، شخص اللي تيكون نوعا ما في المرتبة نتاع الأم الثانية. وفاش نقول المستحيل معناها غادي تلجأ لكل ما هو سحر وشعوذة، إنسانة اللي فعلا قطع يديها من رحمة مولانا. ولكن في الأخير إن ينصركم الله فلا غالب لكم. ما تمشوفين وتبعوا معنا قصة ليلى، قصة للعبرة. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي. كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم هانيه. اذا كنتي جديد على القناه نقول لك مرحبا بك، واذا كنتي من اهل الدار فالدار دارك. ما تنساش انك تشجعني بالضغط على زر الاعجاب باش هذا المحتوى يوصل لاكبر شريحه في المجتمع ديالنا. برنامج للعبره اللي فيه الناس تحكيوا لنا القصص ديالهم الشخصيين باش نستافدوا من تجاربهم وحتى من اخطائهم. ما نطولش اكثر وخليني نقول لكم لنبدا. متتبعة في العشرينات غادي تتواصل معايا وتدوز لي الأم ديالها اللي هي في الخمسينات باش تشارك معايا أحداث قصتنا الليلة. الأم فضلت أنها تختار كاسم مستعار لها نوال، وكتقول أنا نوال غادي بدلك منين وأنا صغيرة، عندي بزاف ديال الخوت بنات ودراري. حنا البنات كنا عايشين الحقرة من طرف خوتنا الدراري اللي كانوا تيضربونا على أقل حاجة. علاش درتي هادي؟ علاش ما درتيش هادي؟ كان وقت ما فقط خاصني نشطب ونمشي نرعى الغنم ونحلب البقر ونعطيهم ياكلو. ما عمرني عرفت شنو هي المدرسه حيت كنا بزاف ديال الخوت والحاله كانت ضعيفه، والناس ديال زمان ماشي كلشي اللي كانت يخلي ولادو في العروبيه انهم يمشيو يقراو. كنت ندوز من بزاف ديال التماره انا خواتاتي، لكل وحده فينا كانت عندها واحد المهمه اللي هي شاقه. فباش نهرب انا من هاد الحاله والحقره والضغط ديال خوتي غادي نقبل باش نتزوج على سن 18 سنه بواحد السيد اللي شافني في الفيلاج وتقدم دارنا. لكن الام ديال هاد السيد ما كانش باغاني حيتاش كانت معمره عينيها واحد البنت وحده اخرى، ولكن هاد الشخص اصر باش انه يتزوج بيا. درنا العرس اللي كان مشروك مع اختي واللي عائلتي بينات الفرق ما بيناتنا، بمعنى غادي يكبروا باختي لانه كانت عند اهل راجلها اللي هما كانوا شويه مزيان في الحاله الماديه ديالهم، ميسورين وعندهم الارض تهلاو فيها دارنا وعطوها فين دير التهاز ديالها. اما انا عطوني واحد الباليزه ديال القصدير قديمه وقالوا لي انت ماشي مشكل تاخديها. سكتت وصبرت وقلت ماشي مشكل وهذا هو طبيعي. مشيت سكنت مع اهل راجلي واخا الام ديالو كانت رافضاني وكدير اي حاجه باش انا تجبد معايا المشاكل وكتجبد معايا العيب باش ولدها يطلقني. قاسيت وعانيت وكل نهار كنقول دابا تبدل امو، حتى النهار حملت حملتي الاولى وهنا فين بان لحماتي بلي انا ولدها ما غاديش نتفرقوا، غادي تجري علينا بزوج. وانا كرشي كانت لفمي ما بقاش بزاف باش انا نولد والحاله الماديه كانت ضعيفه جدا. فاحنا بدورنا غنخرجوا نقلبوا فين نعيشوا. لقينا واحد البيت صغير ما فيه والو، كريناه وسرحنا حصيره وفرشنا على الدص. رجلي غادي يخرج يخدم ويالله يالله كيتقاتل مع الكره واللقمه نتاع كل نهار. غادي نولد في هذا البيت ولادتي الاولى حيت ما كانش عندنا الامكانيات باش اننا نمشيو لعند الطبيب ولا حتى نتحملوا المصاريف نتاع الدواء. ولدت بنتي الاولى وما كانش عندي باش ندير ليها حتى اسبوع، با هو اللي غادي يتكلف يدير واحد الحفيله اللي هي صغيره. الايام كدوز وراجلي كان مقاتل مع طرف ديال الخبز، وكنا كندوزو شي نهارات ما كنلقاوش ما ناكلو، كنسمحوا في ريوسنا باش ناكلو بنتي. واكيد وسط هادشي كله كانوا تيوقعوا صراعات بسبب حماتي اللي كانت كتحاول انها تاذينا بالسحر والتعويذ باش تفرقني على ولدها، حيت الهدف ديالها انها تخرب لنا بيتنا الزوجيه حيتاش انا ما قبلانيش. وسط هاد الظروف غادي نحمل للمره الثانيه، وبسبب الضغط والصداع وبسبب الاذيه ديال حماتي واحد النهار غادي نمشي لعند امي وانا غضبانه. واخا والديا كانوا ضد، كل مره كانوا تيقولوا لي سيري رجعي لدارك وصبري ما شدوش بيديا. كنت مألمه نفسيا وكنت سقت الخبر بلي انني راني حامله. واحد ليله غادي ندخل نعس في دار والديا وغنبقى كنبكي وكنتفكر داكشي اللي كان تيوقع ليا من مشاكل. شدوني الاعصاب انا ذاك وغادي نبقى كنضرب في كرشي. جاني الوجع وفقدت الجنين، غيجي راجل يصلحني ورجعني لعندو، وماشي بزاف غادي تجيه واحد الخدمه في واحد الفيرما اننا نقابلوها بزوج، ولكن اللي كانت في مدينه بعيده على العائله ديالنا. غادي نمشيو ليها غادي يعطيونا واحد الطويره وغادي يبداو تيخلصونا بالشهر واحد الثمن اللي كان رمزي، يلا تيكفينا في الماكله والحاجيات. ماشي بزاف غادي نحمل بنتي الثانيه اللي حتى هي غادي نولدها غير في الدار. ما درت لها اسبوع لاحتفال حيتاش ماشي في الامكان ديالنا. المهم كنا تنشدو واحد البركه ومهنيين من الكره. في هذه المنطقه الحمد لله كانوا الناس اللي هما كرماء كانوا كيتهلاو فيا وانا نفيسه وعودوني على العائله وما قصروش معايا. من بعد ما بناتي كبروا واحد 3 سنين من بعد غادي نبدلوا البلاصه وجاتنا فرصه باش اننا نخدموا في نفس الخدمه
ولكن مدينة واحدة أخرى، واللي هاد المرة كنا قراب من عائلتي. فقبلنا غادي نسكنوا، كانت الأمور نوعا ما هانية، غادي نحمل المرة الثالثة. وهنا عائلة راجلي فاش كتجي كتزورني تيضغطوا عليا بلي أنه هاد المرة خاصني نحمل بولد، لأنه عندي أصلا زوج ديال البنات، على أساس أنا اللي كنتحكم بهاد الأمر. حديت نقول لهم إذا جاب الله تزادت بنت غادي نجمعهم كاملين وغادي نمشي لشي قنت ما يعرفني فيه حتى حد. قتلوني بالضغط وفي أنهم يتدخلوا في شي أمور اللي ما كتعنيهمش. كملت 9 شهور ديالي والحمد لله هاد المرة كان ذكر اللي غادي نولدوا حتى هو غير في الدار، وغادي ندير ليه السبوع علاقتنا. من بعد شي ايام غادي ندخل الصباح للكوري عزكم الله ديال الغنم، وشفت واحد الرجل واقف عنده الكرون. تخلعت وتحبست فيا النفس شويه، غادي تحول داك الراجل لحنش ودخل في واحد القنت في الحيط. مشيت كنغوت عند راجلي، جا قلب معايا ما لقينا والو. هاد الوقت كانت فيه عندي حماتي اللي كانت مازال مريضه بالعالم ديال التعويذ والسحر، بالليل غادي ندخل لبيتي اللي ولدت فيه وغادي نلقى الحيط اللي كان مجير بالبيض كله مرشوش بماده صفراء بحال شي زعفران مرشوش على الحيوطه، علما انني عارفه بلي انه هي اللي دارت هذا الشيء، حيت ماشي هذه هي اول مره. فبديت كنغوت اش هاد العجب، وتناقشت معاها نوضنا صداع. بدات حماتي كتجبد في شعرها وكتقول لي راكي ظلمتيني وماشي انا. هزات حوايجها ومشات في حالها، كان الهدف ديالها انها تفرقنا، ما خلات ما دارت. داكشي اللي كنت شفت في الكوري عزكم الله كان بسبب السحر والتعويذ اللي كانت كدير لينا. فعلا داكشي اللي كانت كدير ما كانش تيفرقنا، ولكن كان تيجبد لينا الصداع بزاف وكان تيمرضني. من مورا النقاش اللي وقع بينا واحد الليله كنت ناعسه، كان معايا ولدي ناعس وبناتي من بعدهم شويه عليا. المهم كنا ناعسين كاملين في واحد البيت اللي فيه واحد الشريج ما صغيره تطل على واحد البيت وسط الدار، واللي كانت مسدوده غير بالبلاستيك وزوج ديال الشراجم اللي كانوا كبار وباب. فهذيك الليله كان واحد البرد مجهد بزاف لواحد الدرجه اللي هي خير طبيعيه وغريبه. فانا بضروري بما انه دخلنا في هذه المرحله سولت بنت نوال انها تحكي لي الشهاده ديالها وهي صغيره شنو شافت وشنو حسات. اللي اليوم هي عندها كذا 20 سنه كتحكي لي وكتقول لي عمرني ما ننسى هذيك الليله والرعب ديالها اللي باقي محفور ليا ليومنا هذا في دماغي واللي عشناه في ديك المنطقه. يمكن يقدر يبان لكم نتوما كمتابعين بلي انه غريب، ولكن والله العظيم الا كان حقيقه وعشناه كنت تنبكي من صوت هذاك الريح اللي كان مجهد. وكنت خايفه انا واختي، وماما اللي هي نوال كنسمعها كتبدا كتقرا في القران. عرفت بلي انه شي حاجه ما كانتش عاديه كتوقع في ديك اللحظه، ورغم صغر السن ديالي فالباب ديال البيت بحيله شي حد كيضرب فيه وبغى يهرسو باش يدخل. وحتى من هذيك الشرجمه اللي كانت مسدوده بديك البلاستيكا وكانت مزيره فبقوه داك الريح غادي تحل. بقينا وسط داك الجو لساعات وحنا كنبكيو، وهذا الجو كان بعيد على انه يكون شي حاجه اللي هي طبيعيه. ماما بقات كتقرا القران وانا واختي كنبكيو بالجهد، وبابا كيسكت فينا حتى نعسنا. كتقول لي بنت نوال الصباح فقنا باش نمشيو للمدرسه غادي نلقاو بابا كيسبغ الباب، حيتاش كانت فيه واحد الاماره ديال واحد الخبيش اللي كبيره بحال شي انسان كان واقف وعنده الضفار طوال اللي خبش بهم داك الباب. سولنا بابا قال لنا لا راه غير واحد الكلب اللي كان دايز وخبش الباب. ديك الوقيته تيقنا ولكن بقينا مستغربين، حيتاش كيفاش الكلب غادي يوصل لهذاك الفوق؟ حيتاش هل يعقل انه داك الكلب غادي يوصل لهذاك الفوق نتاع الباب؟ المهم فوتنا ديك الليله. وهنا غادي نرجع لنوال باش انها تكمل لي الحكايه من الطرف ديالها. كتقول لي انه كل مره كانت كتجي عندي حماتي ضروري كانت كتوقع شي مشكله، يا اما تنخرج من الدار ونجلس حدا العتبه ونبقى تنبكي ونتزير ما نقدرش ندخل ديك الدار، او بعض المرات كيجوني شي افكار انني نهي حياتي، حتى كنعاب لانه عندي وليدات باقي عاقله. واحد النهار كانت جات عندي حماتي وجلست معايا شي ايام، غير هي مشات انا غادي نطج من الدار ومدلح في حوايجي، وحلفت لهاد الدار اللي جلست فيها غادي نخرج الزناقي كندور، راجلي غادي يعيط على خوه يجلس مع ولادي غيبدا يقلب عليا، وغادي يلقاني عند واحد السيده اللي دخلتني لدارها لبستني جلابتها ووكلتني. هاد التفاصيل انا ما كنتش عقلت عليهم غير هو اللي حكاهم ليا. مباشره راجلي غادي يديني لعند الفقيه ويشوفني وغادي يقول لي بلي انه عندي السحر، ولكن ما قدرش يقول لي بلي راه امك هي السبب في هادشي. قال لي خير هادي اللي تثبت لها في هاد الامور، من بعد اسبوع غادي تحرق من يديها. فعلا من بعد اسبوع حماتي غادي تخوى على يديها المطيب، من تما عرف وتاكد بلي انه امه هي السبب في هاد السحر. واخا هكاك ما قدرش يواجهها وما تيقدش عليها بهذا المعنى، حنين عليها واصلا من طبعه حنين على كل شيء.
عشت حياة وسط عائلتي اللي صعيبة وقاسيت، ونهار تزوجت قلت غادي نرتاح كانت بداية نتاع كتاب جديد من عذاب وتمارة. استمريت في أنني تنرعى الغنم ونخلي ولدي في الدار، وخاديك العروبية كانت شوية خطيرة حيت عمرها بالفاي، ولكن ديما كنت نقول لهم ربي يعطاكم ليا غادي يحفظكم ليا. واخا كنت كنخاف عليهم لا شي حد فيهم أنه يخرج ويمشي يطيح في شي بير، حيت فيت وقعت هاد الحادثة لواحد البنت عندنا في الفيلاج. ولكن غادي نحلم حلمة كأنه بنتي الكبيرة كتدور على البير وكتطلع وكتحوم حداه، ولكن موقع ليها والو. فنوعا ما خديتها كإشارة وارتاحيت في بالي، وتفكرت بلي أنه مولانا كاين وراه هو اللي حافظ كثر مني. ولكن في الأخير ما كانش عندي بديل، كان ضروري أنني نخدم أنا وباهم اللي كنا قاسمين مهمة. بعد سنوات طوال غادي نجمع أنا وراجلي واحد البركة، غادي ننتقلوا لواحد العروبية أخرى اللي حماتي هي اللي غادي تختار لراجلي الأرض، وغادي تقول لي بغيتك تسكن هنا. واخا كنت أنا ضد، ولكن راه مو ما يقدرش يخسر لها الخاطر، واخا عارفه كيف دايره. فعلا غادي نبنيو واحد الدار اللي فيها زوج ديال البيوت ومساحه اللي بقات معريه. جينا سكننا فيها وكان تيجينا البرد بالليل، حيتاش كنا في منطقه اللي هي بارده بزاف وما كانتش الدار مصلوحه 100%. بقيت كنتقاتل وكنجمع كل مره بركه ببركه وكنحطها في ديك الدار حتى سقفنا ديك المساحه، وبقينا هكاك حتى زدنا واحد الفوق وواحد اخر اللي كان غير بالياجور غادي نطلعوا نسكنوا فيه، وكرينا لتحت باش نقدروا نعاونوا به شي شويه. وصاد شي كله كانوا مازال المشاكل مع حماتي اللي حلفات انها تهنى. انا نفسيتي عيات وصحتي مرضات، وكان حيد مني وكنتهلا في ولادي. مره اخرى في هذه المرحله انتقلت الحديث مع الابنه ديال نوى اللي كتعاود ليا هي بالمنظور ديالها وكتقول دوزنا مرحله الطفوله كلها خصام ما بين ماما وبابا، لا اعياد بحال الناس ولا رمضان على الاصول ديالو، ديما الصراعات. وكانت ماما كتبقى بالبرد باش حنا نلبسو، كتقول لينا انا صافي سالت حياتي بغيتكم نتوما تهلاو في ريوسكم. انا في هاد الفتره كنت نشوف جدتي ديما جايه عند ماما كتطلب منها السماحه، ماما كتسمح ليها وكانت كتقول لينا صافي راه جدكم ثابت راني سمحت ليها، وما كدوش مده وكتعاود تحفر الماما شي حاجه واحده اخرى باش تاذيها، وتعاود دابز معاها وتعاود تطلب منها السماحه. ما غاديش يدوز بزاف ماما حملات بيبي رابع اللي كان حمل غير مقصود. كبرنا ما كملناش قرايتنا، لما اختي كبيره دات 18 سنه غادي تزوج، وتبعتها حتى انا في نفس السن. خويا كبر مني حتى هو خرج من المدرسه وتيحاول انه يقلب فين يخدم، خويا الصغير باقي في الابتدائي. ماما مرضات بصحتها وعيات ولات كتشرب الدواء ديال الاعصاب، ومازال متاثره بكل ما هو سحر والتعويض اللي كانت كدير ليها جده. العبره انا اللي غادي نعطيها لكم في بلاصه ماما، اللي ربي معاه عمره ما كيخيب، واللي قلبه معمره بالايمان ما كيولي كيخاف من حتى شي حاجه من غير الخالق، وربي كيحفظه من كل شيء واخا يمشي بعيني مخمضين. جده تلات بها مرضه خايبه لدرجه انها نعسات في السبيطار وخرجت، ولكن غير غادي اللور اللور. من خلال هذه الحكايه اللي شاركتكم تنتمنى انكم دعوا معنا، دعوا مع ماما نوال باش انه الله يشافيها لينا، لانه حنا مازال باقيين محتاجينها واخا كبرنا. وهذه هي حكايتنا الليله. صحيح انه اللي دوزت نوال ماشي سهل، ويا ما ناس كيتعرضوا لهذا النوع من الاذى، ويمكن شي حد فيكم حتى نتوما تعرض لبحال هذا الشيء، ويا ما قصص عندي كيتسناوني باش انني نحكيهم لكم تاع السحر والتعويد والمخلفات اللي تخليهم في الناس، هاد الاشخاص اللي تيأذيو المقربين ليهم او حتى الناس اللي بعاد. بغيت نعرف كيفاش تينعسوا بالليل، كيفاش تيقدروا يتوجهوا القبلة بقلب منافق ومخادع. فالعبره المستخلصه من هذه الحكايه انه اي واحد متصر بالله عمره ما غادي يتغلب، واللي استغنى به عمره يعيش الفقر، خصوصا الفقر القلبي اللي هو اخطر حاجه. ان ينصركم الله فلا غالب لكم، وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اذا شي حد يدبر لكم المكائد تاكدوا انه شحال مجرى في هذه الارض خليوه لمولانا يتولاه، وربي غادي يفرجكم فيه عاجلا ام اجلا، غادي يحقق فيه الايات ديالو. اخيرا ما تنسوش انكم تخليو شي رساله لنوال باش انكم تقويوها، وايضا تخليو ليها دعواتكم باش تفرحوا قلبها. نتلاقاو بعد غدا في واحد القصه جد جد رائعه، قصه اللي فيها امل واللي كنظن غيكونوا فيها جوج ديال الاجزاء حيتاش طويله، ولكن كنأكد لكم باللي انها جد جد رائعه. سلام سلام.